زكي خليل سفين، مدرس مواطن بالعسد دبلي نقع من هذا. أنا ابن عم أمير أيدس خليل. أمير أيدس خليل إنسان مطفوفة ثلاث سنة عام باسم علمي، ونجحت في مستوى محافظة، كانت رايحة على مستوى الجمهورية أو الطلبة، والحمد لله رغم سلبيتها حاليا معانا موجودة وحسب الموضوع اللي حصل ده. ربنا حماني، ربنا حماني، وجيراننا المسلمين حموني، وجيران الأمن حماني. نشكر المحافظ ومدير الأمن والعمدة خالد والبيئة إبراهيم ومريم مبارك. نشكر محمد زكي وزكي محمد. نشكر جميع أهل بلدنا. هذا موضوع بسيط والحمد لله ربنا خفيتنا، وإحنا مواطنين صالحين مؤدبين آمنين. إحنا عايشين في وطن واحد بنعيش بعضنا. في الحقيقة احنا يعني بعتبر احنا مش في جلسة صلح، احنا في فرح. الواحد بيعبر عن ما يجي في قلبه ارتجالي دون اعداد مسبق، يعني هي دي لحظات طيبة بيرضى عنها الله ورسله. بقول ورسله لأنه احنا بنؤمن بجميع الرسل وبنؤمن بجميع الكتب السماوية. احنا قلنا يا اخوان الخطأ وارد، الخطأ وارد، ونحن نعفو عن الخطأ غير المقصود يا اخوان. وطالما ان هناك عفو عن المخطئ، او طالما ان هناك تطيب، لا اقول اعتذار، طالما ان هناك تطيب للخاطر، فيجب ان يقبل الجميع هذا التطيب، ونكون الجميع اسره واحده والكل في واحد. لا نعلم من هو المضيف لنا، هل هم القبيله المسيحيه او القبيله المسلمه، لكن كلهم ابناء مجد وتاريخ نشهد لهم، ابناء المهدات كعائلات مسلمه وعائلات مسيحيه. نعلم تماما انهم ابناء مجد وتاريخ وعلم، اساتذه الاجلاء الذين اتعلم منهم. بارك الله فيكم جميعا وحفظكم من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكنا حتى الان لازم نعرف يعني بنروح الليل لغايه الساعه 2 ونص 3 بالليل. لم نرى بامانه اي اعتداء من مسلم على مسيحي كما شاهدنا في القنوات الفضائيه بامانه. تمام، متواجدين على الطبيعه كل يوم الظهر والعصر بعض الاحيان بالليل لغايه الساعه 2 و3 بالليل. ويمكن الناس اخواتنا الاستاذ احمد ومجموعه الشباب اللي كانت متواجده معنا من اول يوم جمعه حتى هذه اللحظه، لم ارى بعيني انا ولك في المصلحات اي اعتداء لا باللفظ ولا بالقول لاي واحد مسيحي بامانه. وهذه شهاده تمام اكررها في كل مكان وفي كل القنوات التي تحدثت معها، تاكدنا من هذا، لم يحدث من اي مسلم اعتداء على اي مسيحي. ونحمد الله سبحانه وتعالى ان الموقف ده جمع الاخوه تمام ثاني بعد ثلاث اربع خمس ايام اللي هي الاحداث اللي حصلت. بالرغم ان احنا كنا نروح عند الشيخ سمعان وكان يجي معانا هنا وكنا نروح هناك، مفيش حاجه انا شايفها يعني تدل على ان في خلاف او في حد محل. اما بالنسبه للاخت اميره فلا، الحريه الكامله لمعتقدها تمام، ولها الحريه الكامله في العوده لمدرستها ووسط اهلها وناسها اللي هو بيت خليل وبيت اخواتنا المسلمين اللي جيراننا واخواتنا من الامام. Thank you.